اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انا صراحه مستمتع بالحوار مع كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال ما شاء الله يعني تاريخ كبير في تدريب حراس المرمى، وزي ما احنا بنسمع حكاوي لاول مره يعني عن محمد الشناوي وعن دوره كمان ولحظات فارقه في تاريخ محمد الشناوي وقت ما كان بيلعب في طلائع الجيش، وكانت يعني مشاركاته قليله جدا ولعب دور كبير ان هو ينتقل لحرس الحدود، وكانت هي دي البدايه لمحمد الشناوي من حرس الحدود لبتروجيت وعودة مرة أخرى لنادي الأهلي. كابتن إيهاب، كنا بنتكلم عن واحد يعني برضو من الحراس المميزين جدا، كنت وانت ماسك حراس مرمى شباب الأهلي مواليد 97، كنت دايما بتصر ان هو يكون موجود معاك ويصعد رغم فرق الثلاث سنين، وثلاث سنين كتير في الناشئين. مصطفى شوبير، شايف مصطفى شوبير ازاي كموهبة، وخاصة كمان الناس دايما بتربط مصطفى شوبير بالكابتن شوبير، وبقى فيه تصفية حسابات، وتعرض لفتره يعني حمله انتقادات خلال الفتره الاخيره بعد انضمامه للمنتخب الاولمبي، بالرغم ان هو يعني انضم للمنتخب الاولمبي فترات طويله. يعني بص يا كابتن اسامه، انت كنت طبعا معانا انا وانت وكابتن سمير في 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 فرقه الشباب، وكان معايا الغندور تقريبا، كان معايا الغندور، وكنت بصر وانت كنت معايا انت وكابتن سمير ان احنا بنصر ان احنا نجيب مصطفى شوبير يبقى معانا. ليه؟ رغم الفرق ثلاث سنين في الناشئين كتير، انما انا كنت شايف الولد فعلا حارس مرمى جيد جيد جدا كمان. حمله الانتقادات زي ما حضرتك قلت في الاول، في اول الكلام، ان بيربطوا بينه وبين الكابتن شوبير. انا مش فاهم ليه. يعني الولد جول كويس، حارس مرمى جيد، ايه المشكله لما اتاخد كخامس او رابع في المنتخب الاولمبي؟ ها، انا باخده ليه؟ انا يعني المدرب بياخده ليه؟ عشان شايف ان ده كان معاه الفتره اللي قبل كده الاولانيه. مزبوط. في التصفيات. دلوقتي في ناس كتير لعبت، زي محمد صبحي، زي عجاد، زي رضوان. كل دي لعبت، اوكي، حظهم ان هم لعبوا. الراجل ده بيلعب في النادي الاهلي برضو، مشاركاته قليله، انما حارس مرمى جيد. اما انا اخده مع الناس ديت، بياخد خبره، بيزداد خبره، وده مهم جدا، ده مهم جدا. بس الناس للاسف اللي مش فنيين او مش في الكوره مش هيفهموا الكلام اللي احنا بنقوله ده. هو بصينا لحته كابتن شوبير، طب ما ارجع لها، هو كان الحارس الثالث في كاس العالم الانديه. بالظبط كده. طب ما هو كان في النادي الاهلي رقم ثلاثه مثلا، وقعد كتير جدا، مباريات كتير جدا احتياطي، ولعب ماتش كاس مصر. انا عايز اقول لك ان الولد حاجه ثانيه، يعني الولد بيبقى حريص انه ينزل يلعب برضه مع الناشئين. بالظبط، برافو عليك، برافو عليك، علشان دايما يبقى عنده فورمه مباريات موجوده. برافو عليك، وده حاجه كويسه منه جدا. يعني انا شفته كذا ماتش لعب مع 99، وكان بيلعب وكان بيتمرن في الدرجه الاولى، وسافر معاهم كاس عالم ورجع لعب معاهم. يعني انا عايز اقول لك الولد مجتهد جدا، والولد صغير. ايه لازم سيبك من والده دلوقتي، او سيبك من اي حد. الولد احنا بنتعامل مع حارس مرمى كويس، ليه ما يتاخدش؟ ليه الانتقادات كتير جدا عليه؟ الولد صغير جدا، يعني الولد لسه صغير، بس برغم ان هو صغير عاجبني شخصيته. شخصيته كويسه، شخصيته قويه حقيقة. يعني ما بصش للكلام ده. برافو عليك، شخصيته قويه، والولد عشان كده هو نفع في الدرجه الاولى في النادي الاهلي. انت عارف يا كابتن اسامه، اللي يلعب في الدرجه الاولى في النادي الاهلي لازم يكون عنده شخصيه. طبعا ده مهمه جدا. لعيب كويس ما عندوش شخصيه، لا يصلح، مش هيكمل. الولد فعلا شخصيته كويسه، متعلم كويس، متربي كويس، ده مهم جدا. وانا قابلت كمان الكابتن شوبير زمان، قبل حتى الولد بيطلع الدرجه الاولى، واحنا بنلعب مع فرقه الشمس في النادي. قلت له يا كابتن شوبير، الولد ابنك جول كويس. اما كنت ماسك 97، قال لي بجد اصل انا مش متابعه. قلت له على فكره هيبقى كويس، وهيبقى احسن منك كمان. والله انا قلت كده لشوبير، قلت له الولد كويس جدا، واهتم بيه وخلي الناس تهتم بيه، لانه فعلا جول كويس. فانا بس مش مع حته الانتقادات وحته المنتخب. على فكره يا جماعه، المنتخب اللي هينقل فرقه المنتخب هو المدرب فقط لا غير، طبعا المدير الفني ومدرب حراس المرمى. فنسيب الناس تشتغل، وسيب الناس كلها، وبعد كده نحاسب الناس في الاخر. يعني انما الولد ماشي كويس، الولد ماشي. وانا شايف ان هو لما راح المنتخب دي حاجه كويسه من المدير الفني بتاع المنتخب بصراحه. وانا بقول لك في الاخر ملخص الحكايه، يعني برغم الحمله دي، لكن بيعجبني دايما بتوقف او بترجع لشخصيه اللاعب. صحيح، لاعب عنده شخصيه، فبيقدر يعدي ده كله. برافو عليك. ويبدا يعني ماشي في طريقه.